بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعة أنا هوريكم بحر الفساد اللي احنا بقينا عايشين فيه. دي مستشفى 6 أكتوبر اللي في الدقي، اللي في المساحة، في ميدان المساحة. بيبنوا مبنى، المبنى ده هيسد كل المنافذ بتاعت العقار اللي احنا ساكنين فيه، تمام؟ يعني هم حتى ما احترموش حرمة الجار، ولا احترموا القانون، ولا احترموا العرف، ولا احترموا التشريع، ولا اي حاجة. المفروض يبقى في حاجة اسمها حق ارتفاق للجار، يبقى في مسافة ما بين العقار والعقار اللي هيتبني 4 متر. لا، هم بنوا على الصامت وهيسدوا علينا كل المنافذ اللي هي ايه، اللي خاصة بالعقار. بصوا حضراتكم، دي كده، دي العمارة، دي العمارة، دي العمارة، شايفين العمارة؟ كل دي تكييفات، كل دي منافذ، كل دي منافذ، شايفين؟ شايفين العمارة؟ أهي كل الشبابيك ديت، كل الشبابيك دي، والتكييفات دي، كل ده، كل ده هيسدوه، هيسدوه بالمبنى اللي هو ايه، اللي بيبنوه ده. هيدفنونا بالحياة، هيدفنوا الناس بالحياة ان شاء الله. كده بإذن الله كل واحد مش شارك في الفساد ده، بإذنك يا رب كده ربنا يسد عليهم أنفسهم ان شاء الله. بإذن الله ربنا يسد عليهم أنفسهم وما يلاقوش اللي ايه، اللي يشيلهم، وجثثهم كده تعفن في الشارع، هم واهليهم ان شاء الله. باذن الله كل واحد شارك في الفساد ده، هم واهليهم يتلموا كده على المشرحه، ما يلاقوش اللي يروح يلمهم ويشيلهم يدفنهم، وربنا يسد عليهم انفسهم في حياتهم ان شاء الله. باذن الله على الفساد اللي احنا عايشين فيه ده، يعني حتى ما هنش عليهم يسيبوا حتى 2 متر للتكييفات، 2 متر حتى، عشان التكييفات اللي كل التكييفات دي هتبوظ وهتتحرق، ودي المنافذ الوحيده للايه، للشقق دي كلها. ادي المنافذ، ادي المنافذ. رحنا اشتكينا في القسم، قال لك خد جواب وروح الحي. رحنا الحي، رئيس الحي يقول لك اصل دي حكومه ودي جهات سياديه اللي ماسكه المشاريع التطوير في المستشفيات، ما نقدرش نعمل معاهم اي حاجه. رحنا مجلس الوزراء اشتكينا، قال لك مفيش تصاريح بالبنى ومفيش اي اجراء اتاخد. رحنا بعد كده قال لك ده مشروع تبع الاستخبارات العسكريه. رحنا اشتكينا في النيابه العسكريه، ما افادوناش باي حاجه. رحنا المخابرات العسكريه، ما افادوناش باي حاجه. رحنا القضاء الاداري ومجلس الدوله، قال لك ايه، يبقى في جلسه، انعقاد جلسه بعديها بشهر. رحنا حضرنا الجلسه، بدل ما يوقفوا الاعمال لحد ما يطلع الحكم النهائي، قال لك تحويل الموضوع للجنه فنيه وهيئه مفوضين، وايه، وادانا مده شهر كمان. طبعا في خلال المدد دي كلها هم عمالين بيطلعوا شغالين 24 ساعه، كل ما اطلع واجي اصور العمال اللي شغالين هنا في المشروع يجروا يستخبوا زي الفيران. كل ما افتح واجي اصور كده يجروا ايه، يستخبوا زي الفيران. ادي الايه، ادي الفساد اللي احنا عايشين فيه. اقسم برب الكعبه والله لو الصهاينه، الصهاينه، هم الصهاينه، هم ما فيش حد بيعمل كده غير الصهاينه. ده لا يمكن يكون مصريين، ده شغل صهاينه اهو. ليه؟ ولا شرع ولا دين ولا قانون يقول كده. ادي المنافذ اهي بتاعت العماره، شايفين الشبابيك؟ كل دي منافذ وحيدة للشقق، وكل دي تكييفات، هيبنوا على التكييفات، هيبنوا على التكييفات وهيبنوا على المنافذ. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كل واحد مشارك في الفساد ده ان شاء الله كده ربنا يسد عليهم انفسهم في حياتهم بإذن الله، زي ما دفنونا بالحياة كده ان شاء الله. بإذن الله ربنا يسد عليهم انفسهم، وإن شاء الله بإذن الله، بإذن الله ربنا يوجعهم، ها،
يوجعهم فأعزم ليهم وما يلاقوهم كده في ما يعرفوا يلموهم من المشرحة إن شاء الله بإذن الله. حسبنا الله ونعم الوكيل.